مساء الخير والورد والياسمين، مرحبا بكم انتوما مستمعينا مستمعي راديو شمس الجزائر، حاضرين معكم دائما وايضا في برنامجكم الجديد جينيراسيون نت اللي دائما بيان شور وكنا كيما سمعتوا في لاباند انونس تحكي على لي باج الكبار واللي دائما تشيكيوهم في صفحة الفيسبوك انستغرام وحتى تويتر. بيان شور انا حاضرين معكم الساعة راهي 19:48 دقيقة، معناتها 7 8 غير قريب غير 10. فوالا انا حاضرين معكم كما قلت لكم اون ستريمينغ لايف في صفحتكم راديو شمس الجيري، واليوم اول حلقة حاضرة معنا لا باج انفو ترافيك اي تي ا انفو ترافيك اي تي ا. ما كاش واحد اللي ما على بالوش ولا ما يعرفش هاد لا باج، بيان سور اول ظهور معنا لي زادمين تاع لا باج، ونرحب ب سيد عزيز عراب مسؤول الاعلام. مرحبا بك سيد محمد. الله يسلمك عزيز. الله يسلمك معليش. الله يسلمك، مرحبا بنا عندكم وشكرا على الاستضافه. ربي يخليك، وان شاء الله نجوزوا زوج سوايع اخفف وظراف مع بعض هكا باش نتعرفوا على لاباج ديالكم وكامل المواقع ديالكم على الشبكه العنكبوتيه واللي هي الانترنت. بيان جو معنا ايضا السيد سمير احميش مكلف بالاعلام ايضا، مرحبا بك سمير. مرحبا بك، وان شاء الله ندوزو كما قلنا سوايع، كل واحد فيكم حيعطينا معلومه على لاباج ديالو. معنا ايضا السيد اسماعيل وليد واللي هو ادمنستراتور بيان سور والمشرف على قنوات انفو ترافيك اي تي ا وعلى تطبيقات المختصه في حالات الطريق. مرحبا بك. الله يسلمك، مشكورين على الاستضافه تاعكم ومرحبا بنا عندكم اونكورين فوا. جيسبر نفيدوا الناس ونزيدوا نبينوا لهم وشنو هي انفو ترافيك الجيري اي تي ا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. واخيرا وليس اخرا معنا السيد علواني محمد مشرف ايضا على قنوات انفو ترافيك اي تي ا. مرحبا بك سيد محمد. الله يسلمك. الله يسلمك ومرحبا بنا عندكم مره اخرى كما قالوا زملاء تاعنا، وان شاء الله نكونوا هنا باش نفيدوا الناس ويستفادوا منا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بيان سور كما قلت لكم هو اول ظهور لكل الطاقم، وخاص برك السيد وسيم بوحاتم الحين ان شاء الله نربطوا به الاتصال. وكما على بالنا انا وحده الاولى جوبونس انفو ترافيك دائما نشوفها ونضرب طلع عليها، دونك غير نشوف لونكومبرومون في لوتوغوت ولا نافورت كال بلاصه نكون فيها لا نضرب طلع في انفو ترافيك اي تي ا باش نشوف واش كاين في هاد البلاصه. دونك انا حبيت الاول سؤال اللي نطرحه عليكم، وشكون اللي جاتو الفكره الاولى باش يفكر في هاد لا باج فيسبوك انفو ترافيك اي تي ا؟ بون مشكور على السؤال، سؤال يعني في محله. يعني انفو ترافيك الجيري اي تي ا كانت مبادره في 2015 شهر مارس، هي ماشي سابقه لاوانها، دونك الواحد يحط كل حاجة في بلاصتها. كان مبادرات واحد أخرين كانوا أقل أهمية، كانوا ذا الطابع معلوماتي فقط. جات المبادرة من عند الأخ اللي ولا ذوك صديق وسيم أبو حازم، على شكل كما نقولوا احنا باش كوميونيتير، صفحة تاع تواصل آني وين أي واحد ينجم يقدم إضافة جديدة لها ويأخذ بعين الاعتبار كامل الاقتراحات. يعني ماشي باج هاي تمشي هكذا وخلاص. دونك بدات لاباج هادية. اسمح لي بركة، اسمها بدات بلاباج فيسبوك. نعم بدات بلاباج فيسبوك ومعد بدا التفاعل كاين المشاركة. هي على كل حال باش نفهموا طريقة العمل للصفحة. الصفحة ما كاش اللي راح يتواصل معها مباشرة تسمى على جدار الصفحة في الفيسبوك، يتواصل عبر بريد صفحة كاين دي زادمنستراتور، كاين دي مشرفين ثاني هما اللي ينتقيوا المعلومة. تسمى ماشي أي معلومة نبثوها، كاين معلومات خاطئة. حتى رجال الحماية المدنية ويشتكيوا باللي كاين إنذارات كاذبة، فما بالو كيف في حالة الطريق. دونك بدات تمشي هكذا، بدات تلقى رواج. ما حتى الاول جونفي 2017 وين ارتأى دائما الاخ وسيم ارتأى انه يحمل تطبيق بوش تو تولك، يعني تولكي ولكي على الهواتف الذكيه، ويفتح قنوات انفو ترافيك الجيري في هذا التطبيق.
هذا التطبيق سرعان ما حقق رواج لم يكن في الحسبان. باش الواحد ما يكتبش، في ثلاث سمانات ظرف ثلاث أسابيع كانوا عندنا في الوقت الآن حتى 200 شخص 200 شخص يتواصلوا بطريقة لاسلكية، يعني كما الراديو تاع بوش التولكي والكي كما تاع لابوليس. الميزة تاعو أنه في عود ما يتصفح راهو في الاختناق المروري ولا في الازدحام يتصفح في الهاتف النقال تاعو، عنده تطبيق يسمع ويتكلم، دونك يسأل على حالة السير في الطريق اللي راح ياخذها هو، ويجاوبوه مستعملين طريق كما هو ولا المشرفين على القنوات. التطبيق هذا، اسمح لي برك، التطبيق هذا دوك نزيدو نتكلموا عليه، لكن قبل هذا الشيء حبيت نتكلم على بيان سور راكم قريب تلحقوا 1 مليون دابوني في صفحة الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. دوك عندكم 890 الف متابع. ونشوفوا ثاني في الانستغرام 16 الف. علاش الانستغرام وتويتر؟ تويتر 312 ابوني، شويه قليله. وحتى في اليوتيوب جو بونس انه عندكم لا باج اللي هي DZ6 c'est ça n'est pas là trafic alg trafic alg d'accord ça on est d'accord que le facebook il est comme حقين رواج كبير ولا الناس يعرفوا انفو ترافيك في فيسبوك. انا شخصيا ما كانش على بالي بلي عندكم les instagram و تويتر. علاش ما كونسونتريتوش مع انه على بالنا بلي مكلفين بالاعلام سيد عزيز وسيد سمير؟ علاش ما كنتوش ما حليتوش الباب مفتوحه لكل القنوات تاع الشبكه العنكبوتيه؟ يعني بطبيعة الحال يبقى الفيسبوك هو أول منصة مستعملة من طرف الجزائريين، وهو كما نقولوا احنا يا استعمال رد فعلي تما سي ان تروك ريفلكس يوتيليزاسيون ريفلكس. اي واحد حاب يعرف حالة السير يروح للفيسبوك ماشي الانستغرام، باسكو في فيسبوك كاين يديفيلي المعلومات، كاين فيديو. وعندنا ثاني ظاهرة انه المنشورات اللي فيهم فيديو هما اكثر متابعه من المنشورات اللي فيهم غير كتابه غير نص. على دي كاين بزاف لي لايف في لاباج تاعنا انفو ترافيك الجينيتير، وانستغرام وتويتر يقعدوا عندهم المتابعين الخاصين بهم. دونك هذه الفتره هذه من 2000 نهايه 2017 و2018 ولات حتى القنوات الفضائيه يتحدثوا على هذوما انستغرام وتويتر، ما قبل ما كانوش يهضروا عليهم. دونك هنايا ولا المتابعين راهم المراهقين ولي موان جون، نقولوا حتى 25 26 سنه، وعندهم ريفلكس تاع تويتر وانستغرام ما قبل ما كانش كاين. انا شخصيا عندي انستغرام عندي تويتر، مي تويتر ديرو الاستعمال الاحترافي بروفيسيونيل، وانستغرام غير مع الاصدقاء ديالي هكذايا من عندك. يبقى الفيسبوك هو كما نقولوا احنا العمود الرئيسي للتواصل الاجتماعي. دونك بطبيعه الحال حنايا نحطوا الجهود نركزوا الجهود تاعنا على فيسبوك. على فيسبوك. وشكون سماها انفو ترافيك اي تي ا؟ علاش اي تي ا وعلاش انفو ترافيك؟ انفو ترافيك سي ان نون دومين. واش معناتها؟ معناتها هي كيما نسميو تلفاز كيما نسميو ثلاجه فريجيدار بالعاميه. انفو ترافيك سي لانفورماسيون. انفورماسيون ترافيك لو ترافيك روتي الجيري سي في البلاد الجيري الجزائر. علاش ما سميتوهاش انفو انكومبرومون ان تروك هكا جو؟ لا نفولو نفولو على روحتينا غير بلانكومبرومون ولا نسميو انفو راني حاصل. باسكو بيتيتر وي بيتيتر انفو راني حاصل ما على باليش. علاش ترافيك ما دنولو شغل نوصلوا غير معلومات سيئه تاع راك حاصل تشوف معنا ولا ماكش حاصل ما تشوفش معنا. باسكو ترافيك ماشي كامل الناس اللي يفهموها صح. ترافيك واحد الوقت كان السؤال يبقى مطروح يقول لك واش من نوع تاع ترافيك، نقول له احنا ما نديروش التهريب. اكزاكتومون احنا ما نديروش التهريب وعندها بزاف معاني. لا يعني على كل حال ما صفحات حتى صفحات الفيسبوك باش يقبل لك صفحه مكتوبه باللغه العربيه فقط ماشي حاجه سهله. ما لا حاجه اون فرونسي بصح ماشي بالعربيه. صح ماشي ترافيك باسكو كيما قلت ترافيك ديك ترافيك تاع ما باليش انايا تاع ترافيك كيما راه مكتوب يتقرا اون فرونسي اون انغلي وتفهم بالعربيه. والمشكل سيك حاجه شغل حاجه انيه انستونطاني حاجه انتويتيف حاجه شغل تجيك في بالك انفو ترافيك الجيري اي تي ا
بو ايتيا هو اللي راهو يفرق ما بين صفحه تاعنا وصفحات واحد اخرين. هي الباب الاول اللي تفتح انفو ترافيك سي بيان لا باج تاعكم اللي هي انفو ترافيك ايتيا. كي تابيو في لا ريغيرش انفو ترافيك تطلع لكم بزاف. دونك نتوما الاولانيين اللي بديتو لا بروف عندكم برسك 1 مليون قريب 900000 متابع. دونك دونك يسمى الاخرين تبعوكم ولا مشاو على خطاكم باش بدات تخدموا شويه لا بوبليسيتي باسكو كاين اللي يغلطوا بزاف في هاد لي باج هادو. نقول لك ماشي الاولى ما راح نشوفوا الدوزيام يديروا جام ويتبعوا على اساس انهم يتبعوا فيكم. هي نو نعم افوتا في كالجيري ايتيا عندها لوغو تاعها باين لوغو هو مربع ازرق فيه مثلث احمر فيها علم جزائري ما تبدلش ما حضروا عليه شغل طرقوا عليه بعض التحسين تحسين غولو كينغ خفيف ما يبقى هو. دوك نعاود نقول لواحد المقوله المشهوره باه ما ندخلوش في الاشهار المباشر ولا مباشر بصح يقول لك نو نو سوم با لي سيرت لي برومي مي نو سوم سيغمون لي ميور. دونك هذه هي المقوله تقول لك بلي احنا بالك ما راناش احنا الاولين في المجال تاع المعلومه على حاله المرور مي بصح الوقت اثبت بلي حنايا احنا اللي حاكمين الرضاء فيها الرياضه مش الرضاءه هذا حاجه اخرى انا عفوا نشوف الرياضه لو ليدرشيب فوالا اوني لي ليدر في الدومين دايوغ لا بروف انا قريب نتوشو 1 مليون دابوني دونك 1 مليون متابع. عندنا المنشورات تاعنا يوصلوا حتى العدد يفوق 6 ملايين و500 الف شخص. يعني بار اكزومبل كيما لو لايف هذايا حنايا ان شاء الله الا كتب ربي راهو مبارطاجي عندنا في لاباج اللي تنجمو تتابعوه هنا. تسمى دوكا رانا حنايا ضياف احنا رانا ضياف راديو شمس الجزائر ضياف عندكم وانتم راكم ضياف عندنا. لا لا حنايا رانا نقولوا يا جماعه متابعين تاعنا يا جماعه اروحوا معنا في عرضونا راديو شمس الجزائر راكم مرحبا بكم. دونك بون لو ستوديو مش كي يكفي 890 الف متابع راكم في القلب بالقلب بالقلب يكفيو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وباذن الله من لا رونتري من لا رونتري ان شاء الله اون فيز لي 1 مليون دو بيرسون وباذن الله مع المليون حتى ال 40 مليون علاش لا لا ماذا بينا وكان 40 مليون جزائري تبعنا ماشي حبا في الشهره مي حبا في تحسيس من حوادث المرور باسكو نوصلوا الجوهر جوهر علاش حنا رانا نخدموا والهدف تاعكم الهدف هو الهدف هو هدف صعيب بزاف باش نلحقوا ليه. الهدف تاعنا هو زيرو وفيات في الطرقات الجزائريه. هذا هدف على بالي بلي شبه مستحيل ما يقول لك اذا سالتم فاسالوا الفردوس الاعلى. دونك حنا الهدف تاعنا زيرو اكسيدون زيرو مور في الطريق مي انا نخدموا باش نوعيوا الناس من حوادث المرور نوعيونا ماشي غير من حوادث المرور كاين حاجات خفاف. نعطيك مثال صغير باش نحل الكلمه للزملاء. مثال صغير كاين الناس اللي يستعمل باور بانك لا باتري دو سوكور لو باور بانك باش يشارجي التليفون شعبك لي سمارت فون ما يشدوش بزاف لا شارج يخليه في السياره تاعو سياره مركونه في 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 موقف سيارات معرضه لاشعه الشمس. السياره درجه الحراره لداخل تقدر تفوت 79 درجه مئويه وهنايا يتعرض لحاله الانفجار تاع البطاريات هذه البطاريات اللي يشحن بها الهاتف النقال. علاش كاين بزاف حرائق تاع سيارات ناس كاين بزاف يشكيو ويقول لك السياره تاع فيها الماء علاه سي با باور بانك بطاريه هذيك انساها هذه معلومه جديده ما كاش على بالي بخاخه تاع لايتر ديودورون قارورة ماء قرعه تاع الماء قارورة ماء كي تحطيها ونتقيسها اشعه الشمس دير نفس فعل العدسه المكبره وتكونسونطري الضوء هذاك على نقطه تلهب فيها النار صح. كاين اسباب عده وشتى عفوا للحوادث هذوما وين الناس يمروا عليها مرور الكرام وكي تقولي لهم يقول لك ما كانش على بالي. اسمع لينا نقول لك واش راحت واش ما كانش على بالي.